بي بي سي أوقفت جاري لانيكر. جاري لانيكر واحد من أهم المذيعين على بي بي سي، لعيب كرة شديد الأهمية، واحد من أغلى المذيعين اللي موجودين في دولة التاج البريطاني. ليه جاري توقف؟ جاري توقف علشان اعترض بس على سياسة الحكومة الخاصة باللاجئين. ما حرضش ضد حد، لا قال اقتل ولا قال احرق ولا قال اخطف ولا قال دمر ولا قال اهدم ولا حاجة خالص. هذا الرجل اعترض على السياسات الجديدة للحكومة البريطانية الخاصة باللجوء السياسي في بريطانيا. طيب، جدير بالذكر ان السياسات الجديده دي بتقول يا جماعه اي حد هيخش بريطانيا بشكل غير قانوني، خد بالك مش مثلا خد الفيزا ودخل، دخل بشكل غير قانوني ودخل الاراضي البريطانيه ثم طلب اللجوء، لا مش هنديله لجوء. حلو، بل يكاد يكون الموضوع وكانه موجه ناحيه شعوب بعينها، شعوب عربيه بالتحديد. الاخ جاري قال رأيه. بدأ مجموعة من المحللين والرياضيين والمذيعين هم كمان يأيدوه في رأيه، فما كان من بي بي سي إلا أنها أوقفت هذا الرجل صاحب الشعر الأبيض. وهنا أصبح في موجة عارمة من الغضب تضامنا مع جاري. خلونا نفهم أكتر تاني بقى، لازم نفهم أكتر ونفهم أكتر من الناس اللي فاهمة الوضع ده كويس جدا، ومن داخل الأراضي البريطانية وتحديدا من العاصمة أو المدينة الأكثر حيوية في العالم، The Most Vibrant City لندن. معانا الأستاذة منال لطفي المحللة المختصة بالشأن الأوروبي ومراسلة الأهرام في بريطانيا. أهلا بك يا فندم. مساء الخير أستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. مساء النور أستاذ منال. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى مع جاري؟ إيه اللي حصل من بي بي سي؟ إيه الأسباب التي دعت إلى إيقاف شخص اعترض على سياسات معينة؟ أعتقد أنه أكثر سبب لتفاقم الأزمة أنه البي بي سي ربما تسرعت في وقف جاري لينيكر. كما تعلم في البي بي سي، البي بي سي هيئة إعلامية يمولها دافع الضرائب البريطاني. صحيح. ولأنه دافع الضرائب البريطاني بيمول البي بي سي، ميزانية البي بي سي في السنة حوالي 5.5 مليار جنيه استرليني، هذه أموال باهظة، وبالتالي دافع الضرائب يتوقع أن تكون الخدمة فيها الكثير من الحياد والموضوعية. ما قام به جاري لينيكر لا يتناقض مع ذلك بالضرورة، في سياقات تانية كان يمكن بكل بساطة أن تمر الأزمة، لكن المشكلة أين؟ أنه البي بي سي تحت ضغط كبير في الآونة الأخيرة، تحت ضغط مالي، والجميع يعلم أنها قامت بإغلاق الكثير من الخدمات باللغات المختلفة منها اللغة العربية، الراديو على سبيل المثال تقلص تماما، وكذلك التلفزيون. إذا هناك أزمة مالية بالبي بي سي، هناك أيضا ضغوط سياسية عليها من حزب المحافظين الحاكم الذي يعتقد أو يرى أنه سياسات الهجرة الجديدة سوف تكون منصة انطلاق لانتخابات العامة في 2024. إذا الحكومة في بريطانيا كانت لم تكن تريد أن يأتي إليك كما تفضلت، لاعب كرة شهير جدا وله احترام كبير، وينتقد سياسة الحكومة فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، لأنه الحكومة تريد أن تكون تلك السياسة منصة أساسية في انتخابات 2024. وبالتالي تسرعت البي بي سي وقامت بوقف جاري لينيكر، لكن هذا الوقف مؤقت. أعتقد أنه البي بي سي تدرك أكثر من غيرها أنه الشارع البريطاني يرى أنه حتى وإن تجاوز لينيكر فكرة الحياد، إلا أنه ربما عبر عن قطاع واسع في الرأي البريطاني أو في الشارع البريطاني كما أيضا تفضلت أستاذ يوسف، أنه موضوع الهجرة موضوع إشكالي، موضوع معضلي في الكثير من النواحي الأخلاقية والمالية، ويحتاج إلى نقاش، ومن حق جاري لينيكر أن يعبر عن رأيه. هذا باختصار الإطار العام لتلك الأزمة المتفاقمة مع البي بي سي ولينيكر والحكومة البريطانية. طيب أستاذة منال، يعني صححيني لو أنا غلطان، جاري لينيكر عبر عن رأيه عبر منصات التواصل مش عبر الشاشة أو عبر موجات الإذاعة البريطانية، فلماذا تسرعت بي بي سي كل هذا التسرع حول اتخاذ قرار بشأن رجل لم يعبر عن رأيه على منصتها الرسمية؟
لأنه جاري لينيكر لديه على تويتر نحو 9 مليون أو تحديدا 8.8 مليون متابع، يعني هذا أكبر من توزيع الجارديان مثلا بست سبع مرات، أكبر من توزيع الفاينانشال تايم. وبالتالي وإن كان كما تفضلت لم يعبر من خلال منصات البي بي سي أو على الهواء، إنما عبر من خلال التويتر، لكنه يظل شديد التأثير. وفي بريطانيا في الآونة الأخيرة الكثير من لاعبي الكورة لديهم مواقف سياسية. نحن الآن في عالم مختلف تماما، أنت تعرف ماركوس راشفورد لاعب الكرة في مانشستر يونايتد. ماركوس راشفورد أيضا والدته من الكاريبي، جاء مهاجرا وهو مهتم جدا بقضايا الجوع والفقر في بريطانيا، وكان مصدر صدع أساسي لبوريس جونسون عندما كان بوريس جونسون رئيس الوزراء. إذا نحن الآن في عالم مختلف، ربما لا تقوم المعارضة البريطانية حزب العمال المعارض بالتحدث بصراحة في موضوع اللجوء والهجرة، لأن هناك دعم كبير لتقييد الهجرة في بريطانيا، لكن لاعب الكرة والمثقفين والسليبرتيز، لكن خاصة لاعب الكرة يعني جاري نيفيل، راشفورد، جاري لينيكر، يقومون بالكثير من التدخلات عبر مواقع التواصل، وكل واحد منهم عنده على الأقل 5 مليون متابع. يعني جاري نيفيل كان يتحدث قبل أيام عن رواتب الممرضات. تأثير هذا التأثير من السليبرتيز مهم جدا. وأنا أيضا أتذكر أنه عندما أراد أميرة ويلز وأمير ويلز كيت ويليام بدء الإيرث شوت، هذا البرنامج الخاص لهم لمكافحة قضايا البيئة والمناخ والاحتباس الحراري، استعانوا بمن في الطبعة الأولى أو في أول نسخة من الإيرث شوت؟ استعانوا بمحمد صلاح لأنه عنده 18 مليون فولور. إذا في بعض القضايا صوت الرياضي قد يكون مخيف للحكومة أكثر من صوت المعارضة الحقيقية، بالذات أن المعارضة البريطانية في موضوع الهجرة واللجوء أخذت موقف ربما تقني أو في إجرائي، عارضت بعض النقاط الإجرائية، لكن لم تعارض الجوهر الأخلاقي لفكرة هذه السياسة المتشددة أن يتم أخذ كل اللاجئين من بريطانيا أو طالب اللجوء وإرسالهم إلى رواندا مع أطفالهم بدون أي خيارات أخرى. ربما هذا يعطي برضو شيء من لماذا يتعاطف الشارع البريطاني مع جاري لينيكر. حتى هناك الكثير من الناس التي كانت حول منزله معها لافتات دعم، قدمت ورود، يعني ليس بالضرورة دعما ليس له حدود لجاري لينيكر، لكن تعاطف أنه ما عبر عنه من حقه كما تفضلت أن يعبر عنه، ومن حق البي بي سي أن تتمهل وأن تكون غير مندفعة في مواقبته على موقفه. ده هيخليني بس اطلع بره بقى قصه جاري نفسها او جاري لانيكر نفسها الى ما هو اكثر عموميه. بعد حضرتك كمتخصصه في الشان الاوروبي يا استاذه منال، بتشوفي انه الحكومات الاوروبيه مؤخرا وتحديدا يعني كورونا مرورا بالحرب الروسيه الاوكرانيه اصبحت اكثر تشددا مع مساله اللاجئين، اصبحت اكثر انغلاقيه، اصبحت بتنتهك سياسات لو صح التعبير يعني اكثر قوميه؟ بالتاكيد، ويمكن متابعه هذا بكل وضوح من الخريطه الانتخابيه في اوروبا. وانا احييك على السؤال، لانه الجرائد عندما مثلا في بريطانيا جريده الجارديان بروجريسيف، تقدميه جدا الجارديان، لكن الجارديان لا تعبر عن راي الشارع البريطاني العادي او حتى الشارع الاوروبي العادي. يعني في بلاد طبعا كلنا بنعرف انه في المانيا مثلا تم انتخاب اللي هو الترناتيف فور دوتشيلاند او الحزب البديل لالمانيا، حزب يميني متطرف في البرلمان الالماني. في فرنسا عندما يخرج ماكرون من السلطه هناك احتمال كبير جدا ان تنتخب فرنسا رئيس من اليمين القومي. في إيطاليا لدينا جورجيا ميلوني. في السويد، طب من كان يتصور السويد دول اسكندنافيا عادة ليس فيها حضور قوي لليمين القومي الأوروبي؟ بالتأكيد هذا يفترض، لكن في الواقع الحالي أيضا في البرلمان السويدي تم لأول مرة انتخاب ممثلين من اليمين القومي المتطرف كما تم في هولندا أيضا وفي بلجيكا. إذا أوروبا في مرحلة عصيبة جدا، يعني هناك أزمات كبيرة، هناك وضع اقتصادي يتغير بسبب الحروب، بسبب أن أوروبا تشعر أنها معزولة. ودعني أقول لك أن أوروبا لديها الآن انطباع أن أمريكا تخطط لأمريكا، يعني بايدن يسير على فكرة ترامب أن أمريكا فيرست. يعني ما يفعله الآن بايدن يتخذ الكثير من الإجراءات التجارية والاقتصادية التي تضر أوروبا، ويبيع الغاز لأوروبا بأربع أضعاف
ما كان يبيعه فلاديمير بوتين لأوروبا، وبالتالي أوروبا في مزاج عكر، يعني أوروبا في مزاج عكر ومضطرب ومستاء ولا تدري أين لمن تذهب حقيقي. يعني هو في هناك بعض الأوروبيين يعتقدون أنه ربما يكون العلاقات مع الصين تشكل على الأقل مخرج اقتصادي، لأن أوروبا فرصة تحتاج إلى أفضل خليج من اقتصادي الموجود قوي. حاليا. صحيح صحيح، لنا حديث طويل أرجو ذلك يا أستاذة منال، كل الشكر ليكي. يعني عبر الهاتف كانت تحدثنا الكاتبة الصحفية الأستاذة منال، المتخصصة في الشأن الأوروبي وأيضا مراسلة الأهرام في بريطانيا.